فاضل يا مناضل، فاضل يا مناضل، ديتنا التهنيج، ديتنا الحضرة، ديتنا الاستفداد. فاضل من أجل الحرية، من أجل الحقوق. شرع حضور نقي وحضور يعني في المستوى، والحمد لله حنا جايين كنطلبوا الحقوق ديالنا اللي هي مشروعه ودستوريه، وسيدنا اللي عطانا الحق في السكن، وحنا كنطالبوا من السلطات ديالنا يتعاونوا معنا، والرئيس والبرلمان والرئيس ديال الجامعه يتعاون معنا. راه كيطلبوا منا تيقولوا لنا خصكم ديروا وقفه انتوما، باللي راه انتوما مضرورين. دابا راه جينا درنا وقفه كنبينوا لهم باللي حنا راه الدم ديالنا راه كتمشى فيها الريحه ديال الوطن، وحنا غنناضلوا من اجل هذا الوطن ومن اجل سيدنا ومن من طنجه حتى للكويره، وغنموتوا على هذا الوطن وعلى الصحراء ديالنا. وحنا راه ما كنطلبوا من السلطات يتعاونوا معنا بتا شي حاجه، ما قلنا لهم عاونونا، حنا غادي نبنيو ونديروا كل شيء من جيوبنا، يعاونونا غير بتبسيط المسطره، غير تبسيط المسطره والاجراءات تكون مرفوقه باش المواطن يمكن يعيش في الكرامه وفي العز. وحنا بغينا هذه القضيه توصل باش السلطات يشوفوا هذا الشيء ويشوفوا بعين الرحمه ويتضامنوا معنا ويعرفوا باللي حنا راه مضرورين وساكنين في العالم القروي، ما ساكنينش حنايا في وسط العالم يعني الوكاله الحضاريه باش تجي عندنا تقول لنا خصاتكم البلاتفورم ولا هذه، حنا راه ساكنين اسيدي في العالم القروي في الباديه الهشاشه، يعني الناس لا اله الا الله ساكنين في واحد الوضعيه يرثى ليها، كيحل الباب ديالو كيلقى البهيمات ديالو، خصو يبني لهم فين غتيكونوا ويبني واحد البلاصه فين غيطيب الخبز، ولا كان هذا الشيء ذا راه ما غاديش نسكنوا. وليداتنا راه صافي متعرضين للذل، حنا راه دابا بحال مدلولين حاسين براسنا محقورين، وهذه راه حقره، هذه خصنا هذا الشيء يكون هذا الشيء كيتمشى ويكون في المستوى. راه سيدنا بغى باش تعاون السلطات مع المواطنين ونعيشوا في العز، ماشي نخليو الفراغ للاعداء ديال الوطن باش فين يلقاو فينا الثغره باش يدخلوا فينا. حنا راه الوطن ديالنا كنموتوا عليه، وكنقولوا للاعداء ديال الوطن موتوا على خديتكم، وحنا راه مع سيدنا ومع الوطن ديالنا. مع دابا السيد النائب البرلماني المحترم والرئيس الجامعه السي الحسين الزقا، ملي اتصلوا معاه سميتو النواب قالوا لي هكا غتكون الوقفه وهذه، واش يمكن الحضور ديالك تشرفنا ولا تدير شي تقرير على هذا الشيء؟ قال لك اسيدي خص تخرج الساكنه وتكون واحد الوقفه، هذيك الساعه راه عندي الحق انا باش نهضر، وديك الساعه عندي الحق باش ندير واحد التدخل. راه حنا دابا وصلنا، كنتمناو من هذا المنبر هذه الرساله توصل، وكنتمناو منه حتى هو يوقف معنا ويدير معنا تحيه نضاليه، حيت حنا وقفنا ودرناه في ذاك المركز ديال الجامعه باش يدافع على المواطنين ويشوف حالتنا ويشوف المتضررين. كنتمناو من رئيس الجامعه القرويه ديال بلفاعو السي الحسين الزقاق وبرلماني يتعاون معنا ويتعاون مع المواطنين، يدير يد في يد، والمستشار ديال المستشارين ديالنا والنواب ديالنا اللي كيمثلونا في المداشير يتعاونوا معنا ويديروا لنا الحل، وحنا مع سيدنا مع هذا الوطن وغنموتوا من اجل هذا الوطن. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.